نعم مصطفى صفاء، اهلا وسهلا طبعا. استاذه صفاء، اتفضلي. حضرة الشيخ، أنا الصبح كنت جنبة، في حالة نعم جنابة من غير طهور، وصليت الصبح بالسنة بتاعته، نعم وبعدين على الساعة 10 افتكرت إن أنا كنت جنبة. تاني من الاول. أنا كنت جنبة الصبح في حالة جنابة يعني، وما كنتش لسه طهرت، وصليت الصبح بالسنة بتاعته، نعم، فأنا مش عارفة ده عقابه إيه ولا تروحي بتاعته. تتطهري من الجنابة إن شاء الله، ثم تقضين الصلاة التي صليتيها وأنت جنوب إن شاء الله بإذن الله. تعيدي هذه الصلاة، لأنها صلاة، الصلاة شرطها الطهارة، وأنت لم تكوني على طهارة، فينبغي أن تتطهري أولا ثم تصلين إن شاء الله.